إضافة كمان أنا عايز أسجلها في للتاريخ. في اللقاء اللي كان في منزل في طريقه لألمانيا للعلاج، كان هناك لقاء خاص جمعني به، وكان فيه أبونا مكاري. وأنا يعني ترتيب إلهي أن أنا كنت موجود في هذا اللقاء، أني أشوف أبونا مكاري ابنه اللي هو رسم، هو اللي رسم أبونا مكاري كاهن في أسيوط، وبعدين أبونا مكاري ساب أسيوط. وشاءت نعمة ربنا أن أكون حاضر اللقاء ده بينهم وبين بعض، وشفت منهم هما الاثنين ما أثر فيا تأثير عميق جدا، وما يعني هزني من الأعماق. أبونا مكاري بيقول له سامحني يا سيدنا، سامحني، أنا آسف لأجل اللي عملته، أنا غلطت. وأنا وفوجئت أنه الأنبا ميخائيل هو اللي عمال يقول له سامحني سامحني. مش عارف أقول يعني، غير أني رأيت التواضع بحق والمحبة المخلصة. بعيد عن كل الرسميات، وبعيد عن كل التمثيل، وبعيد عن كل الأقنعة، لو نتعلم الحكاية دي. في رأيي ما أجمل أن نرى الحب والتواضع، لأن ده المسيح هو اللي جسد الحب، جسد التواضع بدون أقنعة وبدون زيف وبدون تمثيل. ودي رسالة أنا شفتها، وده المثل اللي أنا رأيته قدام عيني، وأشكر ربنا أن ده اتحفر جوايا وسجلته، وأحب أني أشهد عنه وأحكيه للأجيال اللي تانية. الأنبا ميخائيل كان مشهور بقوته وحزمه وحسمه، رجل المشروعات، الصرح الكبير اللي بناه في الدير، وكان عندي فرصة أني أزور هذا الدير وأشوف المشروع العملاق ده، لكن ربنا اداني فرصة أني أشوف قلبه، أشوف اللي في قلبه، أشوف حلمه، أشوف محبته للكل، أشوف إيمانه بالكنيسة الواحدة، وأشوف تواضعه، تواضعه اللي بيعبر عن تواضع المسيح بصدق. ربنا يحفظ لنا هذه الذكرى لنتعلم منها، لنحياها، ونعرف إن اللي قاله الإنجيل مش مجرد كلام، اللي قاله الإنجيل عاشوا ناس قدام عينينا، فهو يتعاش بنعمة الله. يتعاش ازاي كنت قادر تحب بدون حساب، وبحب عميق وغافر تقبل من غير عتاب. حبك غريب بطبعه وبيشبع اي جوع، ده اكيد يا ابويا سببه انك تلمذ يسوع.